الفيس بدل زينب حنان. صعيدي؟ ده انت جاي من بعيد قوي. طب لو يفرق معاك يعني انا ما كنتش عايزه تموت، بس انا سيبها. قصدك قتلتيها؟ الموت بتاع ربنا، القتل بتاع البشر. معلش، بس كل حرب وليها ضحايا. الحرب اللي بينك وبين اختها هي مالها الصالح بيها. بص يا، انت اسمك ايه؟ اسمي حق. اديك عرفت الاسم. لما توصل لزينب كل الاحامد بيسلم عليك. انا ما بخافش من الموت يا حامد. هنا جاي تلحقني في هنا يا عشماوي. لا العفو لا شكر على واجب. معقول يا حنان؟ مفيش شكر ولا حاجة. مين ده؟ اسمه حامد. حامد كويس. هتعمل ايه فيه؟ هتعمل ايه في دول؟ لا ما تشغليش بالك، دول انا هتصرف، انما ده بقى يخصني. طب شوف لي حاجة روح بيها، العربية مليانة دم. عناية. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.